انا وراجلي نستنوا في صغير، وقت اللي راجلي توقف من الزنا كسمعنا بالخبر انا راجلي لطاو في الحبس، ماشي في بالو بيا اونسانت، ما حكيتلوش خاطر نفسيتو تعب باش نزيد نتعبالو بالخبر ونقولو لي انا راه صغيرك مشي على روحه من قوة الفجعة. احنا نهار القصة اللي نمشي نزوروهم احنا نموت نروحو مرضى، نروحو مرضى تعبين بالحق ما عادش بدي حتى شيء، انا راجلي اللي نزورو ما يحكي معايا حتى شيء، حتى شي حوالك ما عادش يقوليلي، يقولي شنو فما يا منير راني ماني عامل شيء عليه يا ربي راهي حرام تو انت كنت حكم قضيتي من هكاك انت سيء قضيت ولا مستقبل ولا حتى شيء. انسان يا اخو انتريتو في الحبس، انتريتو في الحبس، ناس تفرح، ناس تمشي كيما نقولوا فيها تخرج بحفلتها، ناس تخرج بفرحتها، انا راجلي وقت اللي مشيتو نهار واحد جويلية نلقاه يبكي هزوه للسبيطار، هزوه للسبيطار مريض على خاطر خذاه الانتريت نتاعو في الحبس. احنا عندنا نهار معين في الجمعة نروحوا فيه عبارة ميتة، عندنا عبارة ميتة نخرجوا نبكوا نخرجوا مرضى، انا واحدة من الناس بشهادة عائلتي نهار الوقفة متاعي نسكر داري ما نخرجش منها، ما نحب حتى واحد يكلمني، شوف راجلي شوف الوضعية اللي هو فيها، ما فماش حتى تطور، ما فما شيء يسألني ما نلقى ما نجاوب، بالحق تعبنا تعبنا. راجلي لا عنده خلطة ولا حتى شيء، دوبو دو حد وحد روحه يلقى روحه في ليلة ونهار ثلاثة شهور لا عارف مصيره شنو، تسأل القضاء ما نعرفوش، تسأل الإطارات المعنية بالأمر قضية الرئيس، أنا ما نصورش الرئيس اللي هو يحارب في الفساد ويحارب على الزواولة ويدافع عليهم، يحب هكاي عبيد مظلومة تتحط في الحبس، ما نصورش سيب برش، أنا قالكم الرئيس حاربوا الفساد مش حطوا مظالم في الحبس. في خدمتي نمشي هيبة كل نهار اربع راجلي نشوفها في الحالة هذه كتزيد نمرض، ما عادش مركزة في حتى شيء لا في حياتي مع كان مش دارنا، انا دارنا معاي انا 300 اللي جابوهم لي ما يعملوا لي شيء، انا كل ما نمشي نهار 400 دينار قصاص ماندا وقضيته، مش راجلي ما قعدش مخصوص في الحبس على حاجة ما عملهاش اكيد والاخر نفس. منى وثريا زوز سيدات من بنزرت، رجالكم الزوز مشدودين في نفس القضيه، قضيه السرقه اللي سمعنا بها الناس الكل، وتقولوا في نفس الوقت انه رجالكم متهومين. طبعا احنا مانيش باش ندخلوا في امور القضاء، ولكن هات نسمع من عندكم شنو اللي صار بالضبط. انا راجلي متهوم، ماهوش حتى اللي السرقه هو ماهوش يخدم، راجلي مريض حتى في الخدمه يخدم بالموبيليت يدخل بالمطور للخدمه، عنده الورقة نتاع الموتور باش ينجم يوصل يخدم في البلاصة اللي هو فيها، وراجلي عنده أربعة صغار وأنا وبوه رجل كبير ما عندوش يكون متكفل به، احنا توا قاعدين معنا لا مورد رزق، لا ناكلوا لا نشربوا، كان متحنش علينا العبيد وتجيب لنا، ما عندي حتى شيء. نحب خلينا نوضحوا نقطة، راهو الظروف الاجتماعية نتاعك ونتاع عائلتك هذه في خانة وحدها والقضية في خانة أخرى، معناها إنسان ظروفه اجتماعية وسرق مش معناه ما يتحاسبش. يتحاسب إذا كان السرق يتحاسب، أنا مع القضاء إذا كان عنده حاجة ويدينه حاجة مرحبا يخلص، ما عندي حتى مشكلة يخلص وأنا نتحمل لك نقول فيها صغاري وبلي، أما هو يخلص، أما ما عنده حتى شيء وما يدينه حتى شيء وما فما حتى شيء في الملفات ونمشي يقولون القضية قضية قيس سعيد، سيد الرئيس ما هوش نتاع هذا، هو قالك ما نحبوش الفساد، ما هوش يشد اللي سيب اللي الانسان اللي هو كيما نقولوا فيها في العامل الفساد وتهز الانسان اللي ورجلي 36 سنه خدمه. قد ايه عمره زوج؟ 56 سنه. احكي لي على الوضعيه الصحيه نتاع راجلك.
الوضعية الصحية نتاع راجلي، راجلي ما نجمش يمشي على ساقيه، عنده الورقة نتاع بالموبيليت يدخل البلاصة اللي يخدم فيها بالترخيص، معناها بالترخيص بالترخيص. ولا والسرقة صارت في انا انسانه اميه ما نعرفش باش نقول لك، يعني في فانا 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 الطابق اللي هو السرقه صارت الطابق الرابع. الطابق الرابع راجلي ما نجم حتى شيء، ما نجمش. السرقه صارت في الطابق الرابع؟ اي في الطابق الرابع. وراجلي ما عن... قلت لي زوجي يدخل بالموبيليت الداخل بالموتور، وعندهم الادله الكل، وعندهم الترخيص نتاع الموبيليت عندهم هما، وعندهم نتاع الامراض نتاعو الكل. هذا فريه ماكش تعطي فيها في حاجات غالطه ولا معلومات غالطه ماك تعرف؟ أقسم بالله العلي العظيم لن أعطيتك حتى كلمة غالطة، وفما عندي الدليل كلها ودوسي كامل عندي نتاع راجلي اللي هو راجلي مريض وما ينجم حتى شيء. هو تويك في الحبس، راجلي في الحبس دون الناس كلهم مطلعين له فرش على خاطر ما يرقدش في اللوطا، ما ينجمش يرقد في القالوطا. اي السرقة هذه نتاع الكوابل، تاع الكابل ما كابل بركة، كابل بركة، ما هو في ليلتها ما يخدمش، ليلة السرقة راجلي ما يخدمش. كيفاش تفبركت وكيفاش عملوا وكيفاش رجعوه ما مانيش فاهمه حتى شيء. احنا كي مشينا مع النقابه، وين مشيتوا؟ مشينا عملنا وقفه احتجاجيه. اي يحكي قال احنا كي نمشوا نسالوا النقابي قالك ما يعني احنا كي نسالوا ما فما حتى شيء، كلها قضيه يعني في رئيس الجمهوريه، ما عندنا حتى من نجمو النقابي يقول لكم هكا في رئيس الجمهوريه. احنا نحبوا نكلموا نوصلوا صوتنا لسيد رئيس الجمهوريه اللي نحبوا نفهموا هذه شنية القضية، هذه شنية رجينا ما عندهم حتى شيء. يعني أنا بوحدة من نسرة جدي مريض وعندي صغار ما عندي حتى واحد، كان هو حتى أخوات ما عندوش، وبوه رجل كبير مسكين نهز فيه، أنا نهز فيه، ماني فاهمة حتى شيء. نحبوا نفهموا، نحبوا نفهموا شنية، نحبوه يحس بينا، يحسوا بينا اللي احنا عائلات رنا تشردنا، أما لقينا حتى شيء ملقيناش شنو باش نعملوا. مادام فما عدالة في البلاد وقت اللي إنسان يقوم بعملية سرقة يتحاسب عليه، يتحاسب يخرجوا الناس الكل كيف كيف، والناس الكل تبقى على ذمة التحقيق. وإذا كان راجلي مدين بأي حاجة أنا ما عندي حتى مشكلة، يمشي يتحاسب كيف الناس الكل، كيما الناس الكل يتحاسب، فما حتى مشكلة. فما ناس خرجت معاها؟ اللي خرجوا ذوك مازالوا البر على ذمة التحقيق، والآخرين كلهم موقفين ذمة التوقيف. وانا رجلي مريض تعب تعب تعب، يعني وصل للموت، راه وصل للموت، راجلي في الحبس وصل للموت، ووصلونا زعما لي سيي باش يموت وولادو تتباكى وصغار، وما لقيت حتى حل، ما نجمت نعمل حتى شيء. وانا ما نكذبش عليك، انا امي وما نعرف حتى شيء، ما نعرفش القضاء وما نعرفش الحاكم شنو وكيفاش، ما نعرف حتى شيء. وقفت شكون وقف معاك؟ ما وقفت معنا شويه النقابه، يعني كلي انا ما جونيش، انا للدار ما جاني حد، وصل لي واحد 300,000 يعني من الخدامة اللي معاه، وصل لي 300,000 أكاها. أنا القفة اللي نهزها الراجي وبالسنين ما عادش نجم نمشيله خاطر عندي صغار، نمشيله مرة واحدة في الجمعة، نهزله مرة واحدة في الجمعة. تمشيله في الحبس شي يقول؟ قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وأنا مرة نمشي نلقاه في الحبس، مرة نمشي يقول لي راه في السبيطار. انا نحب نفهم حاجه، نحب انا نوصل صوتي للسيد قيس سعيد سيد رئيس الجمهوريه، هم ايه القضيه تبعتك انت، اعطينا حل. يخرجوا كيما الناس الكل، خليهم يعملوا كيما الناس الكل، ما يتحقق خليه يحققوا، ما ندخلوش في المجرى القضائي مدام، خليه القضاء العداله تاخذ مجراها. انت شنو حابه تفهم؟ انا نحب نفهم حاجه، علاش هما برك موقفين وكلها في نفس القضيه، كلها نفس القضية، مش قضية واحدة، يعني هي كلها نفس القضية، نفس القضية متاع السرقة هذه متاع الكابل، علاش هما برك؟ احنا شكون بينا العائلات هذه؟ العائلات كلها تشردت، راه صغار ما نجحتش، الصغار هذيك الغدوة راهي هي اللي كيما نقول فيها هي اللي باش نعملوا عليها نهار اخر، صغاري كلها ما نجحتش، صغاري كلها كل الليل كامل نبات نعس على صغاري انا، عليه؟ احنا نحبوا نوصلوا صوتنا، نحبوا نعرفوا شنو الحكايه وكا، ونعرفوا شنو الحكايه ونحبوا نفهموها. اذا كان يدينهم حاجه خليهم، كل انسان لازم ياخذ كيما نقول في القضايا خو مجراه، ما نحايزين حتى شيء. راجلك ما قالكش سرقت ولا حاجه؟ ليه 36 سنه خدمه ما عندوش حتى حاجه تدينه،
وعندهم دوسيات وعندهم كل شيء، دوسيات وكل عندهم من المرض لكل شيء. هو الظهر مكسر فيه في الفولاذ، اليد مكسرة في الفولاذ، عمل الحاد في الفولاذ، كل شيء في الفولاذ. هو ديما يقول هذيك 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 المؤسسة نتاعنا نتاع صغارنا، هذيك ديما يوصي فيها لصغاره، يقول لهم هذيك مؤسستكم. مالا شنو اللي يخليه يدخل في حاجات هكا؟ ما تخلش راجل يخدم، جاه التليفون الولد جاي للمركز، مشى للمركز يبحث ما يعرفش على شنو، حتى يبحث ما يعرفش حتى على شنو، حتى نهارته ماهوش يخدم، هو راجلي ماهوش يخدم، راح الستة نتاع الصباح. ايضا مدام منى زوجك زيد مشدود في نفس القضيه، متهم بنفس الحكايه. نفس الحكايه، نفس القضيه، الناس الكل بلغتنا العامه اللي انا نحس فيه واللي شفته، اللي راجلي تقرطص، مش مقرطص، لا هو مطلوب ولا تبحثت جماعه 23 واحد تبحثوا، ما راعني انهم خرجوا، ما عندهم حتى محجوز، تعاود تبعث العداله مره اخرى بطاقه جلب في ناس معنيه من جملتهم راجلي يمشي. من بعد بالتحقيقات وبكل شيء نعرفوا انه راجلي ماهوش هو المعني بالامر، وماهوش هو اللي صادره فيه بطاقه جلب اصلا، محطوط غلطه راجلي وما حب يستعرف بها حد. كيفاش غلطه راجلي؟ ماهوش هو راجلي اللي وسيدي جاء، اللي يسمعوا فيا طو اللي يتفرجوا فيا يعرفوا سيبيان ومتاكدين اللي ماهوش راجلي. راجلي محطوط في بلاصه شكون، تشابه في الاسماء، ماهوش اصلا يخدم في الفور اللي صارت فيه السرقه واللي تحكي عليه طو الناس الكل. راجلي يخدم حسب معلي يعني فكري في المستيريه، ذوبان حديد يذوب حديد ولا صفوار شنو، المهم ماهوش يخدم في الفور. وليلتها روح الستة بتاع الصباح، وإحنا عنا معلومة اللي السرقة صارت لحداش غير ربعة، يعني كما تنجم هم ربطوا الحكاية، وإنها السرقة تنجم تصير في الليل وتنجم عليه، تنجم تصير الصباح وصارت، تنجم تصير نص نهار، تنجم تصير في أي وقت، يعني ما هيش مطالبة. وإنها وبين سامحني وحاجة أخرى، يمشي راجلي اللي كيب نتاعها تخدم لبس عليه، يمشي راجلي بركة، ماك انت اللي كيبا ديكا موجوده في الفور حسب علمكم، ولا انه راجلي ما يخدمش في الفور، وهذه شهاده زملاء وشهاده الناس الكل، مانيش نحكي في الغلط. باش نرجع لك اللي كنتي من الاول، علاش قلت لي تقرت؟ اكيد انا راجلي ما تبحثش عدليا، ما عيطولوش، ما قعد من نهار هزوهم على حسب علمي، هزوهم في الحافله بتاع الخدمه، خذوا عليهم رقم التليفون، كان استحقيناكم تو نكلموك لا اكثر ولا اقل. من بعد القضاء التوقيف وروحه الجماعه وصيه وما عاد حتى شيء، يتضح وانه فما شكون توقف في التوقيفه الاولانيه واللي صدروا فيهم بطاقه جلب المره الثانيه، هم الكل توقفوا المره الاولى، ما عاد راجل، ما عاد راجل لا توقف ولا تبحث، يمشي هكاك يلقى روحه في التحقيق الثاني، ويلقى روحه منصوب له زوز قضايا تخريب وتهيج عليه يا رسول الله. مش حرام؟ ماهوش حرام؟ احنا نهار القفه اللي نمشي نزورهم احنا نموت، نروحوا مرضى، نروحوا مرضى تعبين بالحق، ما عادش نقول حتى شيء، انا راجلي نزوره ما يحكي معايا حتى شيء، حتى شنو حوالك ما عادش يقول لي، يقول لي شنو فما يا منيره، اني ماني عامل شيء علي يا ربي، راهي حرام تو انت كنت تحط القضيه كيما هكاك، انت سيء قضيت ولا مستقبله ولا حتى شيء، يا رسول الله اسالوا عليه، اسألوا علي بالحق، اسألوا علي، أنا مانيش نجي في حديث من راسي، راجلي لا عنده خلطة ولا حتى شيء، دوبو دو حد وحد روحه، يلقى روحه في ليلة ونهار ثلاثة شهور لا عارف مصيره شنو، تسأل القضاء ما نعرفوش، تسأل الإطارات المعنية بالأمر، قضية الرئيس أنا ما نصورش الرئيس اللي هو يحارب في الفساد ويحارب على الزواولة ويدافع عليهم، يحب هكاي عبيد مظلومة تتحط في الحبس، ما نصورش، صعيب برش. انا قال لكم الرئيس حاربوا الفساد مش حطوا مظالم في الحبس. شكون اللي قال لكم قضيه الرئيس؟ الاطارات، الاطارات المعنيه في الفولاذ اللي تحكي معاه احنا خاطين، كي انتم خاطين الرئيس عرف اساميهم بالواحد بالواحد؟ يستحيل. انتم يستحيل. شاكين في الناس اللي حاولوا الاسماء؟ انا متاكده، متاكده اللي راجلي مشي كبش في ده، متاكده احساسي قوي. هي ما اللي تفرج باش يقول هذه مراه دافع على رجلها؟ اكيد، وانا نمشي معاك في النقطه هذه ونوعدك
وهم اللي يسمعوا فيه الناس الكل جور اللي تتأكد حاجة بالملموس على راجلي. نعاود نعمل معك انترفيو ونقول لك راهو راجلي سي بون راهو عمل. أما أنا متأكدة اللي راجلي مشي ضحية، وما هوش كلامي أنا بركة، كلام زملاء والناس الكل. أكبر دليل وإنه البلاصة اللي صارت فيها السرقة راجلي ما يخدمش فيها، ما يخدمش فيها، شم جايبه للفور. مالا كيفاش تحط اسمه؟ الله أعلم، تشابه في الأسماء، خطر اللي توقف المرة الأولى نفس لقب بتاع راجلي، نفس لقب بتاع راجلي. عليه يا رسول الله، عليه أنت تولي تسمع فيه واللي يتفرجوا فيه واللي يعرفوا مليح، يعرفوا ومتأكدين شكون، شكونهم اللي عملوها. ضميرك ما أنبكش، ما أنبكش. اللي نحنا كل نهار إربع، اللي بالإربع واللي بالخميس واللي بالجمعة، روحوا مرضى. أوكي إحنا تعبنا مخلوف، نجروا عليهم الآخر عرق، مادامهم مظلومين نجروا عليهم، وهم نفسيتهم تعبة. أنا راجلي ما عادش قبل مني شيء، أنا كلمت المحامي باش يطلع له، بالكش يستوعب من عنده، حتى كان المحامي ما عمل له شيء، نخمم إني باش نبعث له طبيب نفسي. يا رسول الله كعبة واحدة في الدار، طفل بركة، يصرف على عائلته، أمه مريضة، أبوه مريض، أنا مرته، مازلنا كي حطينا ساكنة في الدنيا، مازلنا كي عرسنا، مانا فاهمين حتى شيء، في ليلة ونهار يلقى روحه في الحبس، وعلى ولا حتى شيء، أكيد مازلنا كي عرسنا. عليه يا رسول الله، ماهوش حرام، ماهوش حرام، ضميرك ما ينبكش، ترقد على مخدة في الليل نورمال، وأنت كاتب له تيتر كيما نكاكة. تقصد في ناس معينين؟ أقصد في ناس معينة، خاطر يستحيل وإنها من باب الصدفة، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما عادش مركزة في خدمتي، نمشي هيمة كل نهار أربع راجلي نشوفها في الحالة هذه كنزيد نمرض. ما عادش مركزة في حتى شيء لا في حياتي، مع كمش دارنا، أنا دارنا معايا، أنا 300 اللي جابوهم لي ما يعملوا لي شيء، أنا كل ما نمشي نهار أربع 100 دينار قصاص ماندا وقضيته. مش راجلي ما يقعدش مخصوص في الحبس على حاجة ما عملهاش. أكيد والآخر نفس، ما دام مظلوم ومتأكدة اللي راجلي. أنا كنشوفهم البلار يقول لي يا موني ما تبكيش راني ماني عامل شيء، تو ربي ظهر لي حقي. أما إلى متى؟ إلى متى؟ اليوم 3 شهور، إلى متى اللي راجلي صايم باش أنتم بعد عدم سماع الدعوة؟ شنو باش تفيدني بعد عدم سماع الدعوة وأنا راجلي يخرج لي تعب نفسانية؟ باش تفيدني؟ معناتها باش تفيدني؟ أنا أعطيني تو. وكان يتفرج فيا قيس سعيد ويسمع فيا بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي، انظروا لهم انظروا لهم بالحق، راهم مشاو كبش فداء، راني واثقه من الحديث اللي نمشي فيه، راني متاكده اللي هم مظلومين. هذه الكل في القضيه اللي صارت بعد زياره رئيس الجمهوريه، بعد زياره رئيس الجمهوريه، واللي عمليه السرقه اللي صارت نتاع الكابل، نتاع الكابل اللي ادهى وامر انه من 23/1 17/1 البرة يتحاكم البرة في صراح، وسبعة من الناس الداخل. علاش؟ في نفس القضية. علاش وهم ما فهميش حتى محجوز في نفس القضية؟ لا فما محجوز، لا فما دليل عليهم، لا فما كاميرات ثبتت الإدانة متاعهم، ولو أنه القانون يقول للمتهم البريء حتى تثبت إدانته، وين إدانتها؟ وين إدانتها؟ احنا ما نطالبين حتى شيء، احنا طالبين الصراح المشروط. وقت اللي أنا راجلي ولا أي واحد من موقفين ما يمشيش وما يحضرش، وقتها القضايا خمجراه، سوى أنا سوى غيري. الزملاء متاحهم تواصلوا معكم؟ به بالنسبة لراجلي كوتي زملاء وأصحابه، أصحابه متواصلين معاي، يسألوا وينو شاش عامل، طويف ربي فرج عليه. مورال، مورال كإطارات بون جملة قاعدة من واحد نقابي كونتاكتي ساعات، الو الو اكاهو، اما كمسانده كمسانده ما فهميش. عملت له محامي؟ اكيد اكيد اكيد، راجلي توقف من هنا عملت له محامي من هنا. النقابه خلصته؟ انا نقاب، نقاب فولاذ، فولاذ اللي جايب لنا 300,000، 300,000 تعمل محامي؟ جاوبني انت مدام، 300,000. أنا نسأل نستفسر مدام، 300,000 تعمل محامي؟ وقفوا معاهم ب 300,000؟ أيه، أنا نقول لك في الجمعة نصرف 100,000، شوفي أنت 100,000 في الشهر،
فيش يحكوا لي 300 ألف؟ شو باش يعملوا لي؟ بلاش منها، بلاش منها، أنا لقيت الدبابس وتو نجيبهم 300 ألف، ما يمشي تزيدني حتى شيء، أنا نحب حقه، نحب حقه، بون تو ثلاثة شهور و... أي هاو خرج ساعة دام سمعت، إيه كي يخرج لي مريض، يخرج لي مريض وتاعب، شنو؟ الصراحة ما ندخلوش فيه مدام، لأنه ذاك القضاء هو اللي يحكم. أكيد، وإحنا عندنا ثقة في القضاء. ولا عندنا ثقة في القضاء، وكان القضاء يتحرك ويتبع الحكاية بالكدي بالكدي تو يعرف لي هم شو كبش فداء. شكون من مصلحته إنه يوقع بهم في كبش فداء؟ هذاك الشيء اللي حبس المخ. اللي كتب التيتر واللي كتب لهم أسامهم بالواحد بالواحد هو اللي عنده هدف. هذا لا شك فيه. خاطر تجي الراجلي تحطه في بلاصة شكون؟ شنو معناه؟ سو كيفي انت تحب تغطي على فلان؟ دونك انت لهنا ماكش تحكي لي على ابحاث وماكش تحكي لي على الامن. لا انا نحكي على مستوى الشركه نتاعهم. يعطيك الصحه، خاطر يستحيل العدليه والا القضاء يعرفهم بالاسامي ويعرفهم كل فلان وين يخدم، خاطر كان القضاء باش يتبعهم كل فلان وين يخدم راه ما توقف حتى واحد. اما هم مشاو هكاك، ما وحشتكم بفساد وبسرقه؟ اهو ما هذو وكهو كهو. شو تحب تقول في الاخر؟ ما عندي حتى طلب، ولو انه قدمنا طلب لوزاره العدل وان شاء الله يا ربي تنصف فيه وتخزر لنا بعين الرحمه، خاطر بالرسمي تعبين، تعبنا كل واحد وظروفه، كل واحد وشنو الوضع العائلي متاعه. بقى السيد الرئيس وانه يزيفوا في الصوره متاعه وقضيه الرئيس، انا الرئيس ما نتصورش اللي هو قال حطوا مظالم في الحبس، يستحيل. ان شاء الله يخزر لنا بعين الرحمه وان شاء الله ينظر فيه، ينظر فيه، خاطر ليكيب اللي معاه ما شاء الله دافع على الفساد ودافع على الزواوله وما تحبش الشيء هذا يصير في البلاد. واخر كلامي ان شاء الله يا ربي ظهر الحق وحسبي الله ونعم الوكيل في كل منظر، في كل منوي شر للسبعه موقفي، كان اللي فاهم عمل يخلص حتى ولو راجل، حتى ولو راجلي، وانا نعاودها ونزيد نعاودها، ويطلع راجلي غلط وعمل انا نجيك وتعاود لي انترفيو ونقول لك راهو راجلي عمل. شو اللي يخليك متاكده بالطريقه هذه انه راجلك ما يعملش؟ متاكده 100% متاكده، نعرف راجلي شنو اللي باش يتفرجوا فيك، مش يقول لك ما فماش حتى واحد من عائلته موقوف باش يقول لك راهو عمل باينه، معناه الدافع على زوج. اكيد اكيد، ونعذر اي حد، أما مع الأيامات وإن شاء الله يا ربي يتحرك القضاء وبقدرة ربي نعاود نقف قدامك لهنا ونقول لك راو راجلي راوح، ومتأكدة من خاطر نعرف عندي ثقة في ربي أول حاجة، وعندي ثقة في القضاء، وإن شاء الله يا ربي يظهر لهم حقهم، وإن شاء الله يا ربي القضاء ينصفهم وربي معاهم وربي مع كل حد وكهو. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله يا ربي ينصفهم القضاء، إن شاء الله يا ربي، كلهم مظلومين، مظلومين مظلومين مظلومين، أنا راجلي لآخر دقيقة وأنا معاه، ما نسلمش فيه حتى نهار، خاطره بريء بريء، ما عنده حتى حاجة اللي هي الدينه، ما عنده حتى شيء، وإحنا نحبوا صوتنا يوصل سيد قيس صحيب، سيد رئيس الجمهورية، أكعو، يروح لصغاره، إحنا المقابلة، الناس الكل كيف الرئيس. كيف. الرئيس. الناس كلها تخرج والناس كلها على ذم التحقيق، انا واحده من الناس كيما قالت زميلتي، إيه هك طرفك، انا في انا نحس بيه، اما انا نصحح عليه بسبعك اللي راجلي نظيف نظيف نظيف، انسان يخو انتريته في الحبس، كيفاش؟ انسان يخو انتريته في الحبس، شو خذي انتريته في الحبس؟ ناس تفرح، ناس تمشي كيما نقولوا فيها تخرج بحفلتها، ناس تخرج بفرحتها، انا راجلي وقت اللي مشيت له نهار واحد جويليا نلقاه يبكي، هزوه للسبيطار، هزوه للسبيطار مريض على خاطر خذا الانتريت نتاعو هو في الحبس. نذكر ونقول حسب اللي حكيتوه لي انتوما، لانه انا ما عنديش المعطيات، اما اللي قلتوه لي انه القضيه هذه قضيه الكابل المسروق اللي هو سومو 12 دينار، ما هو صحيح هكا، مانيش غالطه، ماكش غالطه اختي، ماكش غالطه، هذيك هي الحاجه، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، في اللي ضيع لي صغاري، في اللي صغاري ما نجحتش، في اللي صغاري انا نجري في جروته منتفخه، وعندي اربع اولاد مش حتى بنات، اولاد
والإنسان يعرف شنو معناها ذكر من غير بابا. علاش؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الدمعة اللي هبطت من عينينا راجلي. حسبي الله ونعم الوكيل، على خاطره مظلوم إنسان حتى على ساقيه ما ينجمش يمشي، ولده ما ينجمش يحمله. قلتوا لي في الكواليس انه المشكله مش في مشكلتكم على مستوى الشركه، في الناس اللي كتبت لهم الاسماء نتاعهم. هي شركه رافعه بهم قضيه، ما المصيبه اللي شركه رافعه بهم قضيه. انت شنو عندك عليه؟ انت جرت كاميرا نهار السرقه ما هيش موجوده، شنو عندك دليل عليه؟ شنو الدليل اللي عندك عليه؟ دوسيتهم فارغه في القضاء، دوسيتهم فارغه. احنا ما نطالبين حتى شيء، صراحه المشروط، صراحه المشروط، واحنا مع القضاء. حاجه اخرى والاهم واللي تتمناها اي وحده في الدنيا هذه، اللي انا ورجلي نستنوا في صغير، وقت اللي رجلي توقف مزلنا كسمعنا بالخبر، انا رجلي لطاو في الحبس ماشي في بالو بيا اونسانت، ما حكيتلوش خاطر نفسيته تعبه باش نزيد نتعبالو بالخبر ونقولوا لي انا راه صغيرك مشي على روحه من قوه الفجعه. يا اطارات اللي تخدموا معاه، واللي هو ولد الشركه، واللي تعرفوه مليح، اللي هو ماهوش يخدم في الفور، واللي القضيه بعيد عليه جمله واحده، يرضيكم. خسرت صغيرك معناه؟ خسرت صغيري. ربي كريم، ان شاء الله ربي يعوض عليك. انا اعطيني راجلي كل شيء يتعوض، حب راجلي يروح اكاهو، ماني طالبه حتى شيء. ان شاء الله ربي القضاء يقذر لهم من الرحمه. حسبي الله ونعم الوكيل، هذاك ما نقول وكهو. حسبي الله ونعم. زوجك في الحبس وفي بالو بيك اونسانت للتو. للتو كي نزورو يقول لي صافا لاباس، نقول له لاباس صافا، ما نحبش نحكي له خاطر نفسيته تعبه، ما نجمش نزيد نكمل عليه. وانت طيحت صغير بعد ما هو دخل الحبس؟ بعد بجمعه، بعد بجمعه خسرت صغيري. شو تقول بربي للناس اللي عملت الحكايه هذه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حاجه بركه نحب نعرفها، كيفاش يرقدوا وكهو، كيفاش يجي من النوم ويرقد وكهو؟ انت نسبتي تركي من هكاك تخريب وتهيج تاع عوام حبس، ماهيش تاع نهار ولا تاع شهر، عوام حبس، وتدور وتضحك وتقعد وتمارس في حياتك اليوميه عادي جدا. بعد اللي احنا عندنا نهار معين في الجمعه نروحوا في عباره ميته، عندنا عباره ميته، نخرجوا نبكوا، نخرجوا مرضى، انا واحده من الناس بشهاده عائلتي نهار الوقفة متاعي نسكر داري، ما نخرجش منها، ما نحب حتى واحد يكلمني، نشوف راجلي، نشوف الوضعية اللي هو فيها، ما فهمش حتى التطور، ما فهم شيء، يسألني ما نلقى ما نجاوب. بالحق تعبنا 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 برش. إن شاء الله يا رب الرئيس ينظر لنا وينظر في قضية الفوليذ بالذات، قضية الفوليذ اللي راي بالحق مشت مشي وكبش فداء، لا أكثر ولا أقل، كبش في داي راي الملفات نتاعهم فارغه، ما عندهم حتى شيء، ما عندهم حتى شيء، ما نطالبين شيء. مره اخرى نعاودها الصراحه شرطي.